Hello and welcome on behalf of the Alliance for Child Protection. مرحبا بكم بالنيابة عن التحالف من أجل حماية الأطفال. نحن هنا من أجل مناقشة دراسة الحالة. وبالنسبة إلى المشاركين الذين يرغبون في الاستماع إلى الترجمة، أرجو أن تقوموا بتطبيق هذه التعليمات. Most of us joining today from around the world. نحن نحضر هذا الاجتماع من جميع أنحاء العالم وسنقوم بالتحدث إلى المتطوعين. أرجو المرور إلى الصفحة الموالية. نحن كما قلت نلتحق جميعا بهذا الاجتماع من جميع أنحاء العالم بصفتنا متطوعين. نحن سنحاول أن نستغل الفرص من أجل مساعدة جيراننا من الدول المجاورة. وهذا الوضع هو وضع مشابه للأشخاص الذين تم وضعهم في المراكز الخاصة بالحالات ربما الطارئة، مثل ما هو الحال في اليمن وغيرها من الدول التي تعيش حالة أزمات، حيث يعاني الأطفال من الكثير من المشاكل ويعيشون بعض الكوارث إضافة إلى الجائحة العالمية. المنظمات الدولية تسعى الآن إلى حشد كل الجهود من أجل مساعدة الأطفال حول العالم. السؤال المطروح هنا هو متى يبدأ العمل من خلال هؤلاء المتطوعين؟ إضافة إلى ذلك، ما هي المسؤوليات الأخرى التي ينبغي على المنظمات تحملها من أجل مساعدة المتطوعين وتوجيههم؟ خلال هذا النقاش نحن سنسعى إلى الإجابة عن هذه الأسئلة والتفكير فيها والتفكير معا في كيفية إيجاد طريقة للقيام ببعض الأعمال والنشاطات. أنا كولين، أنا أعمل مع مؤسسة بلان انترناشونال. مرحبا بكم جميعا، أنا ميشيل دانيغان وأنا أعمل أيضا مع مؤسسة بلان انترناشونال ونعمل على دعم هذا المشروع. سنقضي ساعة ونصف معكم، نتمنى أن تكون هذه الحصة حصة تفاعلية. نحن نحث كل المشاركين على استخدام خانة الدردشة بأي لغة يفضلونها، ونود منكم أيضا أن تستخدموا خاصية الأسئلة من أجل طرح أسئلتكم خلال هذه الحصة. أخيرا نحن سنقوم بتسجيل هذا اللقاء بكل اللغات، كل اللغات سيتم مشاركتها لاحقا مع كل المشاركين الذين شاركوا في هذا اللقاء. نحن سنقوم أيضا بتنزيل هذه الفيديوهات على موقعنا. إذن خلال هذه الحصة معا لدينا 4 أهداف سنسعى إلى تطبيقها معا. الأول، نحن سنحاول أن نقدم فرصة أو نتيح فرصة من أجل التفكير في التجارب والفرص والتحديات المرتبطة بمشاركة المتطوعين. ثانيا، نحن سنسعى إلى إيجاد بعض النتائج والتوصيات الخاصة بهذا البحث. ثالثا، سنشارك التقرير الخاص بالبحث والوثائق الخاصة يعني هذه العمليات. وأخيرا سنفكر معا في طرق لمشاركة المتطوعين. إذن تقوم مؤسسة بلان انترناشونال بتنظيم هذا اللقاء بتمويل من مؤسسات أمريكية، وطبعا الكلمة لكم الآن. أولا أود أن أقول أو أن أنوه إلى هذا العمل الممتاز وهذا الجهد الكبير الذي بذلتموه من أجل تنظيم هذا اللقاء. نحن متحمسون جدا للعمل على هذه المسائل المجتمعية بالغة الأهمية. حين نتحدث عن سبب تنظيم هذا المشروع، نعود إلى ربما المتطوعين المجتمعيين والمواطن التدخل الخاصة بهم. نحن نود أن نضمن وجود قادة مجتمعيين، أساتذة، مواطنين وغير ذلك، كل أفراد المجتمع الذين يقدمون الرعاية الضرورية للأطفال. نحن نتحدث عن الفئات التي تقوم بتحديد الأطفال الذين يعانون من المخاطر، ولذلك نحن نستهدف هذه الفئات على درجة أولى لأنها أول من يمكنه تحديد هؤلاء الأطفال. نحن نتعاون مع هذه المجتمعات، نعمل على سياق مجتمعي
هذا البرنامج لا يختلف عن البرامج الداعية أو التي تعمل على الدفاع عن الطفولة وحماية الطفولة. أود اليوم أن نتحدث إلى المتطوعين وأن نتحدث عن كيفية تحديد مواطن التعاون وكيفية التدخل بالنسبة إلى المتطوعين. هناك طبعاً اعتبارات أخلاقية وضروريات أخلاقية، لذلك ينبغي أن يكون هذا العمل عملاً مركزياً، لأنه خاصة وعملاً فردياً في بعض الأحيان، لأننا نركز على مسائل حساسة وبالغة الأهمية. نود أن نتحدث اليوم عن كيفية استخدام المتطوعين المجتمعيين على الطريقة بالشكل الأمثل من أجل مساعدة الطفولة وحماية الطفولة. نحاول أيضا أن نجد الفرص التي يمكن من خلالها ضمان تدخل هؤلاء المتطوعين أو زيادة تدخلهم. نحن نعلم أن هناك الكثير من الحضور معنا اليوم، ونعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين شاركوا في هذه العملية والذين تقبلوا هذه الفكرة، فكرة العمل مع على المستوى المجتمعي. أتمنى أن هذا العمل سيساهم في التحسيس بشأن يعني هذا العمل التطوعي. هناك الكثير من المشاركين، ربما لا أعرف أسماء كل المشاركين، ولكن أتمنى أن تواصلوا العمل معنا. أتمنى أن نواصل العمل معاً من أجل حماية الأطفال. وفي إطار التحالف أيضاً، نتمنى أن نشارك كل المعلومات مع بعضنا البعض ونواصل هذا التعاون. أشكرك كثيراً بس، أنا سعيدة أنك تمكنت من الالتحاق بنا أخيراً رغم الصعوبات التقنية. إذاً الكلمة لك مجدداً كولين، أشكرك. قبل أن نمر، أود أن أعرف من التحق بنا الآن، ولذلك نحن سنقوم بإعداد عرض. فالأمر بسيط بالنسبة إلى من يلتحق بنا سابقاً، سنستخدم خانة الدردشة. أرجو أن تضغطوا على الرابط الذي سنرسله إليكم عبر خانة الدردشة. نتمنى أن نعرف يعني الدول التي التحق منها كل المشاركين. رجاءً، هل استخدمتم السهم وقمتم بالضغط على المكان الذي أتيتم منه، يعني أو تشاركون منه، الدولة التي تشاركون منها؟ لدينا أشخاص من أوروبا، من الشرق الأوسط، لدينا بعض المتأخرين ربما من الحضور، لدينا أشخاص من منغوليا، من جنوب شرق آسيا، الكاميرون. ممتاز، أشكركم. إذا لم تتمكنوا أو لم تنجحوا في الولوج عبر هذا الرابط، أرجو أن تكتبوا أسماءكم والدول التي شاركتم منها. ممتاز، أشكركم. يبدو أنه لدينا يعني مشاركة متنوعة بشكل جميل. لدينا أشخاص من أمريكا الجنوبية أيضا. ممتاز، لدينا توزيع جميل جدا على الخارطة الآن. لدينا أيضا من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من إيران. أنا سعيدة جدا برؤية أشخاص يشاركون من كل هذه الدول، لأننا لدينا متطوعون في كل هذه الدول يعملون على مساعدة الأطفال وحماية الأطفال ذوي الحاجة أو المعرضين إلى الخطر. أشكركم جميعا. And thank you for joining the Mentimeter. وأشكركم أيضا على المشاركة في هذه العملية. إذا نحن سنقضي معا ساعة وربع ساعة. أود أن أستعرض عليكم ملخص عملنا اليوم. إذن سنتحدث أو سنستمع إلى شهادات بعض المتطوعين. سيكون لدينا نقاش مع بعض المستشارين الذين قاموا بتنفيذ هذه الدراسة، ثم سيكون هناك بعض الأسئلة أيضا. فبالنسبة إلى المشاركين، أرجو أن لا تترددوا في استخدام خاصية طرح الأسئلة من أجل طرح الأسئلة على المتحدثين، يشمل ذلك طبعا المتطوعين أو كل الأشخاص
الذين سيتحدثون اليوم. أود أن أدعوكم إلى التفاعل وإلى طرح أسئلتكم، طبعا بناء على سياقكم وعلى التحديات التي تواجهونها. أخيرا سنختم بالحديث عن الخطوات المستقبلية وراء المراحل المستقبلية في المشاركة المجتمعية. في إطار هذه الدراسة التي نقوم بإجرائها في هذا المشروع، نحن سنتعاون مع متطوعين، وهذا يشمل متطوعين من 18 دولة مشاركة. ننظم ورشات في ملاوي ونيجيريا أيضا. في إطار مركزية المشروع نحن نسعى إلى التحدث إلى المتطوعين. لدينا سامر، أود أن أطلب منك سامر أن تقدمي نفسك رجاء. مرحبا بكم جميعا، أتمنى أنكم جميعا بخير. اسمي سامر إسماعيل، أنا عمري 24 سنة، أنا من سوريا ولكنني أقيم الآن بصفة لاجئة في لبنان. لدي شهادة أستاذية حصلت عليها من جامعة بيروت، وأنا الآن أقوم بإجراء دراسة ماجستير أيضا. بدأت عملي التطوعي منذ عام 2015 لدى العديد من المنظمات المجتمعية. نحن نعمل على تقديم المساعدة للأطفال السوريين ومساعدتهم على التعلم، ونحن أيضا نعمل بالتعاون مع مؤسسة UNHCR أيضا. أشكرك سامر شاد، نود أن نستمع إليك الآن، أرجو أن تقدم نفسك. Thank you so much. مرحبا بكم، أشكرك. اسمي شادر كابيلا، أنا من مالاوي، وأنا لدي متحصل على الجنسية من الكونغو. بدأت هذا العمل في عام 2016، وأنا أرغب في التعاون مع منظمة بلان انترناشونال على حماية الأطفال، وبدأت العمل منذ عام 2019، العمل التطوعي إلى اليوم. للأسف لم نعد نستطيع الاستماع إلى المتحدث. لم نعد نستطيع سماعه. نعتذر شاد، لديك تقاطع في الصوت. إذن شاد سأترك لك المجال للعمل على هذا المشكل التقني، وسنعود إلى سامر. سامر، أود أن أسألك رجاء، ما الذي ينبغي على المنظمات التي تعمل على حماية الطفولة أن تعلمه عن المتطوعين؟ إن عملنا التطوعي في لبنان يتمثل في التعامل مع اللاجئين السوريين، ونحن نركز أساساً على الأطفال. نحن نخصص بعض الوقت وبعض الاهتمام للتركيز على الأفراد والفئات الهشة من المجتمع. نحن نقوم بتنظيم حملات تحسيسية من أجل التحسيس بشأن عدم تشغيل الأطفال وغيرها من المسائل. هناك أيضا الكثير من المسائل المرتبطة بالإنتاج. في مكتبنا إنترسوس بتعاون مع منظمة UNHCR خلال هذه الجائحة اليوم، نحن أيضا قمنا بإطلاق أو قمنا بتنظيم فصول دراسية من أجل تعليم الأطفال وترفيههم وتدريبهم أيضا، وذلك من أجل توفير فرصة للأطفال للحرية وللتحدث بكل حرية. نحن اليوم نواجه الكثير من العوائق للأسف، وذلك بسبب جائحة كورونا. نحن لم نعد قادرين على التواصل مع هؤلاء اللاجئين، كنا نقوم بزيارتهم والآن أصبحنا نتواصل معهم عبر الهاتف. إضافة إلى ذلك، نحن لازلنا في حاجة إلى المزيد من الدعم، أولاً من أجل إشراك متطوعين أكثر، ومن أجل التعامل أكثر على مسائل ومشاكل اللاجئين هنا في لبنان، وإضافة إلى ذلك من أجل تنظيم دورات تدريبية أكثر لفائدة هؤلاء المتطوعين. لذلك أنا سعيدة جداً بالتعاون أو التعامل مع هؤلاء الأطفال وبالتواصل معهم وتأثير على حياتهم. أشكرك سامر، الكلمة لك مجددا. شات، ما الذي تود مشاركته معنا؟ أشكرك كولين على هذا السؤال.
كما قلت أنا أعمل مع منظمة بلان إنترناشونال وهي منظمة خيرية. نحن نعمل على ضمان بيئة مؤاتية للأطفال، وطبعاً نحن نواجه كثير من التحديات في علاقة بعملنا مع الأطفال. نحن نعمل على الكثير من الحالات، ونحن نقوم للأسف هناك تقطع في صوت. هناك بعض المسائل والمخاطر التي تواجهنا. كما قلت، نحن نسعى إلى حماية الأطفال من الإساءة ومن الإهمال. هناك طبعاً لدينا لجنة لحماية الأطفال ومنظمة لحماية الأطفال، ونحن نتعامل مع الأطفال الذين يغادرون دولهم ولا يكونون مرافقين أو مصاحبين بمرافق. إذن هؤلاء الأطفال الذين يجدون أنفسهم بمفردهم في دول أخرى، فبصفتنا منظمة تعمل على حماية الأطفال، نحن كما قلت نعمل نستهدف الأطفال غير المصاحبين، ونعمل على حالات الأطفال الذين تعرضوا إلى الإساءة الجنسية وغيرها من أنواع الإساءة. نحن أيضاً نقوم باستشارة الهيئات المعنية من أجل توفير الحماية لهؤلاء الأطفال والتعهد بهؤلاء الأطفال. شاد، هل تسمعني؟ Thank you, Shad. هناك تقطع في الصوت. أشكرك شاد، إنه يصعب علينا سماعك بشكل جيد. أتمنى لو تتحدث ببطء وتشاركنا ما ينبغي على منظمات التي تعمل على حماية الأطفال أن تعرفه عن المتطوعين. ما هي المعلومات التي تود مشاركتنا إياها، وما هي رسالتك للمنظمات العاملة على حماية الأطفال بصفتك متطوعا؟ نعم، هل تسمعونني الآن؟ نعم، رجاء هل تتحدث ببطء أكثر؟ أنا أعتذر شاد، لا نستطيع سماعك، يبدو أن التغطية لديك سيئة. سنحاول أن نقدم لك بعض المساعدة التقنية ونعود إليك لاحقاً. الآن علينا أن نواصل لأن لدينا جدول أعمال يعني مزدحماً، وسنعود إليك لاحقاً شاد. أشكركما شاد وسمر، أشكركما جزيل الشكر على مشاركتنا هذه المعلومات الخاصة بالعمل الذي تقومون بإنجازه. نحن ممتنون لك كثيراً، أشكركما على هذه الرسائل القوية. أود الآن أن أقدم مستشارنا الذي يقدم الدعم في إطار هذا المشروع. إذن هو رئيس الباحثين أو قائد الباحثين. لدينا أيضاً المستشارون في الدول النظيرة في اليمن، لارا من نيجيريا، برايت من ملاوي. نحن سعداء جداً بوجود هؤلاء الأعضاء معنا اليوم، ونتمنى أن تبدأ هذه النشاطات قريباً في ميانمار. هل نمر إلى الشريحة الموالية رجاءً؟ Start a little panel discussion. سنبدأ نقاشاً قصيراً الآن. Panelist questions as well that on Glynis's behalf. يبدو أن كولين بدأت بطرح بعض الأسئلة الخاصة بالمتحدثين، فهلا مررنا إلى الشريحة الموالية رجاءً. Colleen, we're going to start with you. سنبدأ معك، فهل شاركتنا يعني الهدف من وراء هذا البحث كولين؟ أشكرك ميشيل، إن الغاية من وراء هذا البحث هي توفير فهم أفضل بشأن المتطوعين المجتمعيين الذين يتحملون مسؤولية القضايا الخاصة بحماية الأطفال. ولفائدة هذه الدراسة نحن نتواصل مع متطوعين الذين يعملون على يعني إدارة حالات خاصة بحماية الطفولة ويعملون لدى منظمات مجتمعية.
but more specifically community members engaged. نحن نعمل على مع خاصة نتعاون مع الأفراد الذين يعملون على مستوى المنظمات المجتمعية. أشكرك. هلا مررنا إلى شريحة موالية رجاء. Yeah, I'm really happy to share about the methodology because it was quite unique. إذن سأحدثكم الآن عن المنهجية وهي منهجية جيدة وهي منهجية مقارنة وقد جمعت بين النظرية والممارسة ووضعتها أمام الواقع وقد استقينا معلومات ومعارف من المجلات المحكمة ونظرنا إلى العديد من وجهات النظر وقارنا بينها وبين الحقائق التي استقينا قيناها من الواقع واتخذنا من التوجيهات دليلا أيضا وبالإضافة إلى شهادات أخرى من منظمات في حماية الطفولة والطفل من كافة أنحاء العالم محلية ودولية ثم وظفنا العديد من المستشارين والخبراء أيضا ثم قارنا بين ما تحصلنا عليه من معلومات وبيانات ومع الواقع ثم نظرنا إلى الواقع من خلال 86 صورة أيضا وهناك 4 حالات لأشخاص أو نماذج ليس في 6 مواطن في 6 مواطن فيها حالات إنسانية وما وجدناه إن هناك تشابه أوجه تشابه شديدة جدا ووجه الشبه شديد بين النظرية والممارسة والواقع وهناك العديد من التوصيات التي هي سر في النجاح وإن الدراسة كانت دراسة مفيدة وقيمة. أشكرك جزيل الشكر. هل حدثتينا أيضا وأنت تتحدثين عن الوضع الإنساني والسياق الإنساني؟ هناك 3 دول نموذجية ميانمار في ولاية كينساي وفي سياق المهاجرين داخليا أي في المناطق الحضرية وفي ملاوي عملنا في مخيمات اللاجئين مخيم لاجئين أزلاكا وفي منطقة سايكون التي تحتوي مهاجرين داخليا في نيجيريا عملنا في ولاية بورنو وهناك منظمات في حماية الطفل دولية ومحلية عاملة بالإضافة إلى أننا كنا نقوم ب دراسة الحالات فإن هناك انتشار وتوزع جيد هناك في النماذج هذه وقد خلصنا إلى بعض النتائج الطيبة. شكرا. أنا أتطلع إلى هذه النتائج. شكرا جزيلا. إذن نعود إلى النتائج والتوصيات. توصيات لارا، هل حدثتينا سيدتي عن أمثلة عن الأنشطة التي أنجزتموها في نيجيريا وما توصلتم أو خلصتم إليه من نتائج في عملكم هذا؟ تفضلي لارا. لارا، I don't know if you're لارا، لا أعرف إن كان مصدحك مقفلاً أم أنك لا تستمعين إلي. إذن ميشيل تنتظر الصوت من لارا. أعتقد أننا فقدنا الاتصال بها. إذن سنسوي هذا الإشكال الفني. إذن هل حدثتنا عن العمل الإنساني وعن تأثيراته؟ Right. Did we lose you too? هل فقدنا الاتصال بك أيضا؟ قال ذلك بابتسامة أو أنك أو أن مصدحك مقفل. هل تستمعين إلينا؟ أهلا برايت. نعم برايت يعود من جديد. نعم لقد كنت أتحدث والمصدح أو الميكروفون مقفل. تحدث في الهواء. إذن حدثنا عن ديناميكيات السلطة والقوة وأثر ذلك في حماية الطفل. شكرا جزيلا. بعدما استمعت إلى ما استمعت إليه إذن وفي أثر العمل في المجموعات وإن توازن وديناميكيات القوة مهمة للغاية وإن
مجتمع أو جماعة المتطوعين أو مجتمع المتطوعون المجتمعيون قد خاضوا في عمل مهم للغاية في هذه المجتمعات، وإن الدعم لم يكن دعماً مؤاتياً كما نرغب فيه أن يكون، وإن موظفي ودور موظفي المنظمات الإنسانية والدولية لا دور محوري، وإن لهم باعاً في العمل في داخل هذه المجتمعات والجماعات اللاجئين وغير ذلك، وبالتالي فإن هذا التوازن وهذه الديناميكيات ضرورية للغاية في المجتمعات التي نعمل فيها، وخاصة فيما بين الجماعات الأكثر سلطة وسطوة من بعض الجماعات الأخرى، فإن الموظفين لابد موظفي المنظمات الدولية بغي أن يراعوا ذلك. أشكركم جزيل الشكر. شكراً برايت. مش تتحدث الآن. لارا، هل عودت الاتصال بنا وتحقق الاتصال من جديد؟ لا أرى ذلك دابي تقول. دعوني أتأكد من ذلك. إذن نحن نواجه هذه الإشكاليات الفنية في الإنترنت وغير ذلك، ونحن نخوض مع الخائضين في منابر زوم كثيراً. إذن أعود إلى سؤال آخر. هل حدثتنا عما يقوله المتطوعون عن عملهم؟ ما هو انطباعهم عن عملهم؟ You're still on mute if you're talking. تفضل. أعتقد وجهت السؤال إلى برايت وهو مزدحم ومقفل. نعم، يعود الآن. إذن هناك لقد تحدثنا مع العديد من المتطوعين، وإنهم يقولون نفس الشيء تقريبا. أولا أنهم يثمنون الدور الذي يطلعون به في داخل هذه الجماعات والمساعدة التي يقدمونها، وإن العمل لعمل شديد والدرب شائكة، وإن لديهم التزاما حقيقيا بالعمل الذي يقومون به والهدف الذين يصبون إليه، ولكن هناك حالة من الإحباط تأسدهم، وخاصة في أن المنظمات لا تعترف ولا تقر حق الإقرار بالعمل والجهد الذي يبذلونه، وإنهم تلقوا تدريبات في التواصل وفي الإتيان بعملهم هذا، وإنهم يصبون إلى الآراء الآخرين أيضاً فيما يقومون به واعترافهم وأقرارهم، ولكن على المنظمات أن تدعم ذلك حتى معنوياً، وإنهم يبذلون قصارى جهدهم ويقومون بذلك على حساب عائلاتهم وحياتهم الخاصة. أشكركم جزيل الشكر. شكراً برايت. إذن نحاول إعادة الاتصال بلارا. هل برايت حدثتنا عن الصعوبات الشخصية التي اعترضتك؟ نعم، هناك العديد منها، وإنني لا ألخص بعضاً منها، وأقول إن أهم هذه الصعوبات هي مسألة الاعتراف والإقرار، وإن المتطوعين يقومون بما يقومون به وإنهم يعملون في الخفاء، ولا أحد يقدم لهم لا شكراً ولا امتناناً. ثم ثانياً أن كل هذا العمل الذي يقومون به لا يدرج في قائمة الأعمال التي تذكر، يعني وأنه لا ترصد إليها حوافز. ففي سياق زاريكا فإن هناك تضحيات جسام شخصية في حماية الطفل والطفولة، وهؤلاء المتطوعون يستنزفون
يستنزفون مواردهم الخاصة ومصادرهم لمساعدة المتضررين وذوي الحاجة. أشكركم جزيل الشكر. شكرا برايت. وأنا أدرك يعني إن getting Lara back online. هناك صعوبات في الاتيان بلارا من جديد. هنا هل حدث؟ هل هناك أمثلة عن أنشطة يسرتها ونفذتها في ملاوي مع متطوعين آخرين؟ الترجمان المترجم يعتذر لأن صوت برايت لم يكن حسنا. برايت مصدحك مقفل. نعم. As part of the research that we did here. والبحث الذي قمنا به نعم قمنا بعقد اجتماعات مع الحكومة مع متطوعين أنفسهم ومع بعض الشركاء الآخرين والموظفين موظفي الوكالات الدولية بالإضافة إلى ذلك قمنا بعقد مقابلات في داخل فريق التنظيم وثم قمنا بعقد اجتماعات نشرنا فيها بعض النتائج فيها المنظمات المحلية والدولية وإن هناك اهتماماً لاقته هذه الأنشطة من لدن المنظمات الدولية وإن هذا مجال خصب يمكن أن نبحث فيه ونصبر أغواره أكثر. هذا كل ما لدي في دور المتطوعين في مالاوي. بالنسبة إلى المسار ربما ستتاح إلي فرصة أخرى لأحيطكم علما بخططنا والمسار وربما توصيات الدراسة. شكرا موصولا. Great, thank you so much, Bright. شكرا برايت. أعتقد أن لارا عادت إلينا من جديد قبل أن نمر إلى دورة الأسئلة الأخرى مع كولين. إذن سأتيح الكلمة أعطي الكلمة إلى لارا وما وجدته في الدراسة وحول دور المتطوعين في إدارة الحالة والحالات. لارا هلا حدثتينا وأجبت على هذه الأسئلة وهذين السؤالين قبل أن أمر إلى الحصة التالية. شكرا. أنا أعتذر كل الاعتذار. اسمي لارا أنتيكوميني وأنا باحثة من نيجيريا وقد بحثنا في دور المتطوعين المجتمعيين. رأينا من خلال الدراسة أن دورهم مهم وأنهم يساعدون الأطفال في داخل المجتمعات ولا سيما الأطفال الذين يتعرضون إلى خطر أكثر من غيرهم وإنهم يدعمون أيضا المنظمات العاملة في مجال حماية الطفل وإن الأدوار لمتنوعة تنوعا شديدا ونرى ذلك واضحا للعيان في داخل المجتمعات وإنهم يشيدون جسورا بين هذه المجتمعات وبين المنظمات غير الحكومية حتى ينبهوا إلى الحاجات الأكيدة وهذا ما وجدناه في نشيرة. شكرا لارا. إذن هذه الحصة مهمة للغاية ودور المتطوعين في مجتمعاتهم وهذه المجتمعات ولكن هل هناك تحديات شخصية؟ هل أن المتطوعين قد بثوا فيكم أو صرحوا بأن هناك بعض الصعوبات والتحديات؟ نعم هناك العديد من التحديات والصعوبات التي يواجهونها وهي شخصية. أولا هناك مشكلة أخرى في الحوافز فهؤلاء المتطوعون فإن دورهم يتم تثمينهم ولكن أن أحيانا قد ينتقدون بأن دخول في بعض الحالات ليس من شأنهم وهم يلاقون نبذا من بعض الأطراف
وبعض ذوي القربى يرفضون ويرفضونهم ويرفضون الدعم الذي بالإضافة إلى ذلك فإنهم يواجهون مشكلات في التنقل، فهؤلاء لا عليهم أن يرتحلوا من مكان إلى آخر، وأحيانا يقطعون مسافات طوال، بالإضافة إلى بعض الإشكاليات الأخرى الصحية وغير ذلك، وهناك حتى أزمات نفسانية، فإنهم يعملون في حالات يعملون على حالات تصيبهم فيما تصيبهم بصدمات نفسانية. شكرا جزيلا. شكرا لارا، أنا سعيدة كل السعادة أننا تحصلنا عليك في النهاية وحدثتينا عن السياق النيجيري، وهو سياق مثير للاهتمام. إذن الشارحة والصفحة التالية أرجوكم. إذن أطرح السؤال على كولين، إذن ما هو، هل وجدتم شبها بين نتائج الدراسة ونتائج في الدراسات الأكاديمية الأخرى؟ إذن ما وجدناه فعلا هو منجم ثري. إذن والإجابة على هذا السؤال، من بين النتائج الرئيسية من الدراسة ومن المقابلات interviews، أن هناك مزيج وتنوع شديد في إدارة الحالات من قبل المتطوعين. هناك ثلاث أنواع من المتطوعين رئيسيين، على اليسار شمال نسميهم المتطوعين الحقيقيين أو الحق، ثم في هناك الموظفين الذين تعهد إليهم هذه الحالات، ثم بعض العمال والموظفين المتحمسين. إذن فإن هذا مرتبط بالمستوى التعليمي والدراسي، معظمهم حصلوا أو زاولوا تعليمهم الثانوي ووصلوا إليه، وأن لديهم جزء من المسؤولية، ولكن مع ذلك عندما ننظر إلى الواقع وخاصة في الدول النموذجية ميانمار وملاوي ونيجيريا، فما وجدناه أن هذه الأنواع الثلاثة لا تطبق بهذا التصنيف تماما، وأن هناك من هو خبير كل الخبرة في إدارة الحالة أو الحالات، ولكن هذا ليس دائما واقع الحال. وما وجدناه أن المتطوعين بدرجة تمدرس أقل أو أدنى هم الذين يتولون هذه الحالات، وهؤلاء المتطوعين الذين تلقوا تدريبا وتوجيها كافيا هم الذين يبلون البلاء الحسن كشأنهم شأن المهنيين والمحترفين، وإن ذلك أثر ذلك على الأطفال مهم للغاية، بالإضافة إلى أن ذلك مرتبط بنجاعة البرامج التي ينفذونها. فإننا ونحن نقارن بين الأبحاث على الصعيد العام وبين ما وجدناه في الواقع، يعني هناك وجه شبه بينها وهناك ترابط في ذلك. أشكركم جزيل الشكر. إذا نمر إلى الشارحة التالية. إذا أشكر كل المتحدثين والمتحدثات على آرائهم. لارا، برايت، أيضا أشكركما. وتذكيرا، إذا ما كانت لديكم أي أسئلة لكولين، برايت أو لارا، أو أي أسئلة أخرى ذات طبيعة عامة، فرجاء لا تترددوا في طرحها في خانة الأسئلة والأجوبة Q&A. أشكرك ميشيل، أشكرك على هذا التذكير. أيضا مواصلة للحديث عن الدراسة وما وجدناه من نتائج، حتى وإن كان هناك فوائد يعني جمع، وأن
المتطوعين المجتمعيين وهم الجسر الرابط بين المنظمات الدولية وبين المجتمعات هذه، وخاصة في دراسة الحالات، فإن دراسة أو إدارة الحالات معقدة أكثر مما نتوقع، وإنها تتطلب تواصلا خاصا وموارد شديدة، وهذا ما لا يتاح دائما. وإن البحث بين أن الإدارة إدارة معقدة ومركبة، وإن فيها من الحساسية ما فيها، لأن المتطوعين يتعاملون ويتعاونون مع أطفال، وهم أطفال مستضعفين أكثر، وإن المتطوعين ينبغي أن يعملوا في شكل فرق وفرقة حتى يواجهوا هذه المخاطر سوية مع بعض البعض، لأن مواجهتها جماعة أفضل من مواجهتها فرادى. وإن هناك بعض السياقات فإن الموارد ظنون، وإنهم في حاجة إلى تدريب للخوض في هذا المجال إدارة الحالات، وفي تحديد المسؤوليات في داخل هذه الجماعات والمجتمعات. وأخيراً وليس آخراً، فإن التطوع هو عمل فردي شخصي، وهو خيار شخصي. نعم. يعني وأنها قد تؤثر تأثيراً سلبياً في الجماعات، وكل هذه مهمة للغاية، وهذا ما وجدناه في البحث والدراسة. إذن ولكن هناك ست أشياء يمكن رئيسية في شكل رسائل. إذن وما تعلمناه من خلال هذه الدراسة أنها تأتي بالعديد من الفوائد للمنظمات غير الحكومية، وإن lack of support for volunteering. وغياب الدعم أيضا وقد. Thirdly, communities must be involved. ينبغي على أن تشارك المجتمعات في كل عمليات مشاركة المتطوعين وكل المسؤوليات، وأيضا في عمليات تبادل ردود الأفعال. رابعاً، المخاطر التي يواجهها المتطوعون والأطفال ينبغي أن يتم التخفيف منها قدر الإمكان. إذا كانت منظمات التي تعمل على حماية الأطفال المنظمات الشريكة، ينبغي أن تسعى هذه المنظمات على تنظيم التنسيق بين بعضها البعض قدر الإمكان. وأخيراً، نحن نود أن نركز على أن هناك حاجة ملحة إلى الاستثمار في الجهود العاملة على حماية الطفولة. هذا الاستثمار ينبغي أن يكون لفائدة المتطوعين المجتمعيين والمتدربين وغيرهم. أشكرك ميشيل. أشكرك جزيل الشكر كولين. دعونا نمر إلى شريحة الموالية رجاءً. إذن مع إطلاق هذه الدراسة، نحن سعداء جداً بمشاركتكم هذه الوثائق الأربعة. هذه الدراسة تم تصميمها بطريقة تنظم أو تقوم بإرسال رسائل معينة، وذلك يشمل تقرير الدراسة الذي يتضمن الحقائق والنتائج والتوصيات. هذا التقرير متاح باللغة الإنجليزية فقط، ولكن بالمصادر الثلاثة المتبقية سيكون لدينا ترجمات في المستقبل. الوثيقة الثانية هي موجز للدراسة الذي يتضمن تلخيصاً للنتائج والتوصيات. This is available in English, Arabic. هذا متاح باللغات الإنجليزية، العربية، الفرنسية والإسبانية. المصدر الثالث هو مصدر مختصر يتضمن 3 صفحات فقط، وهو يتضمن السياسات فيما يتعلق بدور المتطوعين وكيفية دعم صناع القرار لهؤلاء المتطوعين. ومرة أخرى، هذه الوثيقة متاحة باللغات الأربعة التي ذكرتها. أخيراً، لدينا ملصق أيضا يتضمن الممارسة الفضلى لمساعدة المتطوعين المجتمعيين، وهذا يتضمن الفريق العامل على حماية الطفولة، يتضمن الممارسة الفضلى، وهو متوفر باللغات العربية، الإنجليزية، الإسبانية والفرنسية.
الروابط سيتم مشاركتها معكم عبر تشات، سيتم مشاركة الروابط الخاصة بكل هذه الوثائق وسنرسلها إليكم بعد هذا الملتقى. أرجو أن لا تترددوا في مشاركة هذه الوثائق مع أفراد فريقكم. أعتقد أن هذه هي الطريقة التي تجعل من أو تزيد في نجاحة هذه المصادر. الشريحة الموالية رجاء، بالنسبة إلى الجزء الأخير من عرضنا اليوم، أود أن نتحدث عن الخطوات المستقبلية، وذلك بناء على الحقائق التي تم إثباتها نتيجة للدراسة العالمية ولغاية ترسيخ الممارسات الفضلى. نحن نود أن نمر من عملية البحث إلى عملية التنفيذ والتطبيق. هل أخبرتمونا رجاء عن الخطوات القادمة التي تقومون بتنفيذها رجاء؟ نعم، أشكرك. إن ما قمنا به في ملاوي هو أساساً يسعى إلى إشراك أدوات إدارة الحالات التي تكرمت علينا بتحديد فريق حماية الطفولة، وذلك بمساعدة مني من أجل وضع خطة تنفيذ تقوم بحشد المجتمعات والمجموعات المختلفة. قمنا بتنظيم عملية مشاركة تتضمن فريقاً صغيراً من الموظفين العاملين على حماية الطفولة في الذين يعملون مع شركائنا. قمنا بتنظيم ورشات. هذه الورشات تتضمن المتطوعين والموظفين العاملين، وذلك من أجل فصل الأعمال والنشاطات التي يمكن القيام بها. وبناء على ذلك تم تحديد خطة عمل تتضمن نشاطات أصغر تساهم في تحديد خطة العمل الواقعية. إضافة إلى ذلك قمنا بصياغة أو إعداد نظام رقابة وتقييم يساعدنا على تقييم كيفية تنفيذ هذه التوصيات. إلى حد الآن هذا ما قمنا به. هناك بعض العمليات التخطيطية للمشاركة يتم العمل عليها الآن، وسيتم تنظيم لقاء مع المخططين ولقاء مع المتطوعين معا من أجل وضع خطة مشتركة بينهما. أشكركم. Thanks so much for that summary, Bryce. أشكرك جزيل الشكر على هذا الموجز. الكلمة لك كولين. أشكرك ميشيل. إذن كما كان يقول زميلنا برايت، نحن نعمل على بعض الدول النموذجية، وبعد عملية التعلم التي شارك فيها برايت ولارا وكنزو في ميانمار، سنعود مجددا إلى شركائنا وإلى المتطوعين، نقول لهم هذا ما قمنا بإجرائه معا وهذا ما نود القيام به. سنعمل معا على مواجهة هذه التحديات القائمة. والأمر المهم هنا هو أن هذه التحديات والفرص ستكون مختلفة من دولة إلى أخرى، لذلك ستكون تلك فرصة جميلة جدا للمتطوعين وللمنظمات أيضا. سيكون من وأنا سعيدة بمشاركة برايت وبقية الزملاء في هذه العملية. إن العملية التي بدأ بها المتطوعون في دول الشركة بدأت بعملية صياغة الوثائق، ثم إذن هذه الوثائق تتعلق بعملية التغيير وما تعلمناه، ثم هذه الدول ستقوم بإعلام ربما الفريق العالمي بشأن هذه التغييرات وبشأن السياقات المختلفة. How to engage. هذه الوثائق ستساعدنا على تقرير كيفية إشراك المتطوعين. سنقوم بإشراك الموارد والمصادر المختلفة والنماذج وغير ذلك، وسنكون سعداء بمشاركة ذلك مع المجتمع الدولي. بعد أن ننتهي من عملية التعلم القائمة، هذه مقاربات تكاملية تكميلية. سنعمل على
بعض المصادر النموذجية وسنقوم بتقديم الفائدة لبقية الدول بشأن ما تعلمناه. نود أن نشارككم الآن. للأسف يبدو أن لدينا بعض الصعوبات في ميانمار، لذلك هل هناك من هو موجود من بين المشاركين اليوم؟ هل هناك من يود أن يوسع أن يشارك في ذلك؟ نحن نود أن نتقدم لكم بدعوة للمشاركة ولتطبيق هذه الأمور التي تعلمتموها في سياقات مختلفة. أشكرك كولين. الشريحة الموالية رجاء. إذن الآن بعد مشاركة هذه التجارب الممتعة سيكون لدينا تقريبا 20 دقيقة للإجابة عن بعض الأسئلة التي تم طرحها. أشكركم جزيلا على طرح أسئلتكم، والآن سنحاول الإجابة عن أكبر قدر ممكن من هذه الأسئلة. دعوني أبدأ بطرح سؤال على كولين. ربما السؤال الأول هو لك. ما هي التوصيات التي تقدم بها الباحثون؟ Yes, so I think with everyone we have spoken. أعتقد أنه بعد تحدث إلى كل الأشخاص الذين تحدثنا إليهم، إن مسألة الحوافز كانت من بين الطلبات التي تحصلنا عليها، وكان هناك مسألة أخلاقية تدخلت في هذه العملية. نحن لا نقول بأن تقديم الحوافز هو أمر سيء أو جيد، ولكن نحن نقول أنه من المهم جدا أن نفكر كثيرا في عملية تطبيق هذه الحوافز وتقديم الحوافز. هناك ثلاث عوامل ينبغي أخذها في الاعتبار في هذا السياق. أولا، علينا أن نأخذ السياق في الاعتبار. بعض السياقات لا تسمح بتقديم رواتب للاجئين، فنعلم أن هذا سياق صعب بالنسبة إلى اللاجئين، ولكن أيضا من المهم النظر في العوامل الأخرى، حيث لدينا شركاء ومنظمة مجتمع مدني تقوم بدعم وتقديم بعض الحوافز للاجئين. أحيانا حين تدخل بعض المنظمات الجديدة في هذا السياق تقوم بتقديم حوافز سريعة، أقصد حوافز مرتفعة، ولذلك يصبح اللاجئون يعني يتنقلون من منظمة إلى أخرى، وهذا يسبب الكثير من الارتباك في هذه البرامج. لذلك ينبغي أن يكون هناك تنسيق بين المنظمات. النقطة الثانية المتعلقة بالحوافز هي مسألة الاستدامة. في برنامج إدارة الحالات يكون هناك ربما الوضعية الأفضل هي نقل هذه العمليات إلى الدولة والحكومة، ولكن أحيانا يكون الأمر صعبا في الكثير من السياقات. لذلك ينبغي أن نضمن استدامة فيما يتعلق بالمتطوعين. قد يكون هناك خيار متاح هنا بالنسبة إلى المتطوعين. والعامل الثالث الذي ينبغي أخذه في الاعتبار فيما يتعلق بالحوافز هو العلاقة بين منظمات حماية الطفولة والمتطوعين. لقد وجدنا حالات يتم تقديم حوافز ضئيلة إلى المتطوعين ويتم اعتبارهم موظفين، ولكن هذه الحوافز أو ما يسمى بالرواتب التي يتم دفعها إليهم ليست كافية بالنسبة إليهم لإعالة أطفالهم وعائلاتهم، لذلك يضطرون إلى القيام بنشاطات اقتصادية أخرى. هؤلاء المتطوعون قد يكون من الأفضل بالنسبة إليهم أن يكونوا متطوعين في قضايا غير معقدة كثيراً حتى يتمكنوا من تقديم الدعم للمنظمات من خلال هذه الأعمال التطوعية، ولكن أيضاً يتمكنون من ممارسة نشاطات اقتصادية أخرى. هذا ما أردت أن أركز عليه بشكل كبير فيما يتعلق بالحوافز. ينبغي التفكير كثيراً قبل تطبيق مثل هذه الأمور. نود أن نركز أن إدارة الحالات تتطلب وجود موظفين يتم دفع رواتب لهم، وتتطلب أيضا تدريبا صارما وجديا في هذا الإطار من أجل الاستجابة إلى كل المتطلبات الخاصة بهذه الحالات. أشكرك ميشيل. أشكرك كولين.
إذن أود أن أتابع بسؤال آخر أوجهه إلى برايت. لقد تم طرح هذا السؤال من قبل أحد المشاركين. ما هو رأيك بشأن الدور الذي ينبغي أن يطلع به المتطوعون في إدارة الحالات؟ كيف يمكنهم المشاركة في إدارة الحالات؟ ربما برايت يمكنك أن تجيبنا عن هذا السؤال. أعتقد أن هذا السؤال need to be very clear. First of all, أعتقد أن مسألة التطوع ينبغي أن تكون واضحة بشكل جيد في ظل هذه السياقات. هناك منظمات تعمل وهناك حوافز يتم تقديمها. تم الاستثمار بشكل كبير في المتطوعين، لذلك هذا يعتمد على نوع المتطوعين الذين نتحدث عنهم. إن النوع ربما الأكثر تعقيداً يشمل حالات معقدة يتم العمل عليها بشكل دوري وبشكل منظم ومن خلال تقديم حوافز للمتطوعين، ولكن بالنسبة إلى تحديد الحالات وتوجيه الحالات يمكن إسناد هذه الأعمال إلى المتطوعين الحقيقيين الذين يعملون بشكل أقل ولا يحصلون على حوافز منظمة. فبالنسبة إلينا النقطة الأهم هي أن نفهم السياق الذي نعمل فيه. علينا أيضا أن ننظر في الأطراف الآخرين الذين يعملون على نوع مشابه من الحالات. حين نقوم بالتخطيط لإسناد حوافز للمتطوعين ينبغي أن نضمن تماشي هذه الحوافز مع الحوافز المقدمة للمتطوعين الآخرين العاملين على قضايا وحالات شبيهة. إذن هذا بشكل مختصر ما يمكنني أن أقوله لكم، ولكنني أعتقد أن هذه المصاريف يتم تغطيتها بشكل جيد. أشكرك برايت. سؤالي الآخر لكل من برايت ولارا، فربما لارا يمكنك الإجابة أولا. والسؤال هو كيف يصف المتطوعون أنفسهم في ظل هذه السياقات المختلفة؟ هل تحدثوا عن توقعاتهم قبل أن يبدأوا العمل مع المنظمات؟ ما كانت الأدوار والمسؤوليات التي تناقشتم بشأنها قبل أن ينضم هؤلاء المتطوعون إلى المنظمات، منظمة المجتمع المدني؟ أود أن أستمع إلى إجابة كل من لارا وبرايت، ولكن فلنبدأ بلارا أولاً. إذن هل تحدث المتطوعون عن توقعاتهم قبل بدء عملهم مع المنظمات؟ تفضلي لارا. Lara, I don't know if you're speaking. Lara, لا أدري إن ما إن كنت تتحدثين. نعم، أعتذر. لقد كانت قائمة. لقد كان هناك تواصل جميل مع المتطوعين هنا في نيجيريا. يشعر المتطوعون بأنهم يقدمون مساهمة في أمر مهم جداً، أمر جديد، يقدمون دعماً لمجتمعهم. وأحياناً كان هناك بعض المتطوعين الذين قالوا بأنه على الرغم من هذا العمل كان عملاً يسوده التوتر وعملاً مرهقاً، ولكنهم سعداء بالمساهمة في تغيير حياة بعض أفراد مجتمعهم. لذلك هم يشعرون بالكثير من الفخر بأنفسهم وبالعمل الذي يقومون به. هل ذكرتني في السؤال الآخر رجاءً؟ إذن تقولين كيف يشعرون قبل الالتحاق وبعد الالتحاق بالمنظمات. هناك يعني متطوعون يشعرون بأنهم يعني متطوعون فاعلون، وهناك من يعتقدون بأنهم ليسوا فاعلين بشكل كبير وبأنهم فقط يقومون يعني القيام ببعض النشاطات البسيطة جدا. فقبل التحاقهم بهذه المنظمات كان معظم المتطوعين يعتقدون بأنهم لا يقومون بأمر كبير، ولكن بعد التحاقهم بالمنظمات أصبحوا يشعرون بأنهم يقومون بعمل مهم جدا. الكلمة لك مجددا ميشيل. أشكرك لارا.
ليس لدي الكثير مما سأضيفه على إجابتك، ولكن فقط سأقول بأن المتطوعين يعني متحفزون جدا بالعمل، وذلك نتيجة لعوامل كثيرة. العامل الأول هو أنهم يرغبون في المساهمة في تطوير مجتمعاتهم، هم متحفزون جدا لتحصيل معارف جديدة ومعلومات جديدة وتجارب جديدة، يعني يدخلون بمعلومات قليلة ويخرجون بمعلومات كثيرة وتجارب ومعارف أكبر بعد يعني عملهم بصفتهم متطوعين لمدة 5 سنوات. لذلك هناك الكثير من النتائج والفوائد المحتملة، أولها هي مساعدة المجتمع، ثانيا تحصيل تجارب ومعارف جديدة، ولكن هناك أيضا من ناحية أخرى كان هناك من قال بأن التطوع والعمل التطوعي هو نداء من الله، وهو كان يعتقد بأنه يلبي نداء الله من خلال مساعدة مجتمعه. ف يعني كما قلت، هناك الكثير من العوامل التي تحث وتشجع المتطوعين على القيام بهذا العمل التطوعي. أشكركم، أشكرك جزيل الشكر برايت. أود أن أقدم الكلمة لبعض الزملاء، لشاد للإجابة عن بعض الأسئلة الأخرى. شاد، هل أخبرتنا عن الرسالة التي تود أن توصلها للمنظمات العاملة على حماية الطفولة؟ شاد، هل تسمعنا؟ ربما الميكروفون مغلق. حسناً، إذن أود أن... نعم، أنت هناك شاد، تفضل. هل تسمعونني؟ نعم، نسمعك. إذن كما قال سيد برايت، رسالتي لمختلف المنظمات التي تعمل على حماية الطفولة هي أنه عليهم أن يعملوا يدا بيد من أجل تقديم الرعاية والحماية للأطفال، وذلك لتسهيل عملهم ولضمان تناغم وتحقيق أهدافهم المشتركة. فهذه المنظمات ليست موجودة لتصعيب عملها على بعضها البعض، ولكن من أجل ضمان القيمة المضافة لهذا العمل، لأن معظم المنظمات يعني لديها متطوعون يعملون بشكل مجاني ويواجهون الكثير من التحديات، ولكن رسالتي هي ربما أنه من المستحسن أن يتم الاستثمار بشكل أكبر في المتطوعين، تنظيم دورات تدريبية أكثر وتحصيل معرفة أكثر لهؤلاء المتطوعين، وإعدادهم بشكل جيد من أجل القيام بهذه الأعمال المجتمعية والتطوعية. حين يتم تدريب هؤلاء المتطوعين بشكل جيد، يمكنهم العمل بشكل أسهل والعمل على القضايا الأصعب والقضايا الأكثر تعقيداً في المجتمع، وضمان تحقيق كل الأهداف الخاصة بالمنظمات والتعاون بين المنظمة والمتطوعين على تحقيق هذه الأهداف. فكما قلت، إن العمل المشترك بين المنظمات والمتطوعين مهم جدا، وكما قال برايت، إن معظم المنظمات تعمل يعني فيها متطوعون متحفزون ومتشجعون على هذا العمل. نحن نحتاج فقط إلى تشجيعهم وإلى دفعهم ربما من أجل مواصلة هذا العمل. بعض المتطوعين لديهم أسر ينبغي عليهم إعالتها، لذلك ينبغي على المنظمات أن تفكر في هؤلاء الأشخاص وفي أسرهم وزيادة الحوافز المواجهة لهم، ليس فقط من خلال تقديم المال، ولكن ربما أيضا من خلال تقديم الدعم المعنوي والنفسي وكل أشكال الدعم التي ممكن من الممكن أن تشجع هؤلاء المتطوعين على تحقيق شيء ما وعلى القيام بهذا العمل. هذه رسالتي لمختلف المنظمات. شكرا.
Thank you so much, Shad. I'm glad you're Thank you, Shad. أنا سعيدة كل السعادة أن استمعنا إلى صوتك من جديد. إذن هناك مسألة أخرى مرتبطة بديناميكيات القوة وأريد أن أطرح السؤال على كل المتحدثين والمتحدثان متحدثات كيف يمكن أن نتطرق إلى هذه الديناميكيات وأن نخفف من أثارها؟ لارا أحيل إليك كلمة أولاً لتجيبيننا على هذا السؤال. إذن أعيد السؤال، تقول ما هي التوصيات لدعم جماعة المتطوعين المجتمعيين في مواجهة وتخطي العقبات الناجمة عن ديناميكيات السلطة والقوة؟ لارا. رايت يتحدث الآن. إذن هناك توصيتان أو ثلاث توصيات رئيسية. أولا وقبل كل شيء لابد أن يكون هناك التزاما بين المنظمة أو المنظمة المنفذة المشروع وبين المتطوع أو المتطوعين، فلا بد من وجود آليات في التعاون بين هذا وذاك، وأي بين المنظمات وجماعة المتطوعين. وفي هذه الآلية ينبغي أن نخوض أيضا في مسائل التحديات، وإن هناك فقد للارتباط في معظم الحالات بين جماعة المتطوعين وبين المنظمات الخيرية العاملة في مجال حماية الطفل. فإذا ما وضعنا هذه الآلية وبدأت تعمل على قدم وساق، فإننا سنحسن من العمل ونواجه هذه التحديات. ويمكن أيضا أن ننفذ البرامج أيضا التي تم تخطيط إليها تخطيطا محكما. لارا أحيل إليك الكلمة إذا ما أردت أن تضيفي أمرا. نعم، هل تستمعون إلي؟ هلو هلو، نعم نستمع إليك. نعم نستمع إليك ميشيل تقول. إذن أريد أن أضيف أمرا آخر إلى ما تفضل به برايت، هو أن وهذه التوصيات تأتى من المتطوعين أنفسهم، أنها مرتبطة بالدخول في المجتمعات والجماعات ومساعدة المنظمات لهذا الدخول أيضا. فإن هناك ديناميكيات وديناميات في القوة، وينبغي أن نشرح للمجتمعات هؤلاء للبرنامج وما هو دور المتطوعين المجتمعيين في هذا الباب. فعندما يعرف السبب يزول العجب ويقبل المتطوعون قبولا أفضل. فينبغي أن نخوض أيضا في الحدود والقيود التي تعقد وثاقا في أيادي المتطوعين تكبل عملهم. وإذا ما أطلقت أيديهم فإنهم سيبلون البلاء الحسن ويقدمون الدعم المرغوب فيه إلى مستحقينه، ويقدمون الخدمات إلى الأطفال المستضعفين. ثم أمر آخر في العلاقة بين المدراء برامج حماية الطفل والمتطوعين وجهات أخرى، فإن هؤلاء كلهم يخوضون في مسألة العمل الإنساني، وإن هناك حاجة أكيدة إلى عقد علاقة طيبة بين
مديري أو مدراء المشاريع والبرامج وبين المتطوعين، ولأنها تؤثر أيما تأثير في الخدمات وجودتها وفي الأطفال وإبعادهم عن أتوني المخاطر. إذن أنا أضم صوتي إلى صوتك أيضا وصوت برايت أيضا. لقد تحدثنا وتحدثنا عنه في التقرير، هو أن روح الفريق والعمل في شكل فريق ولا ينبغي أن يكون العمل في شكل ذو وجه واحد، يعني أو ذو جهة واحدة، أي أن يكون هناك توصيات من المنظمات إلى المتطوعين دون أن يحصلوا على رد من المتطوعين. فينبغي أن يكون ذلك في شكل طريق سيارة تأتي بالمعارف وترسلها، وبالتالي ينبغي أن نستمع إلى المتطوعين الذين هم في الخط الأول الأمامي ويعرفون حق المعرفة هذه المجتمعات. شكرا جزيلا. إذن أنا سعيدة بأن أستمع من المتحدثين والمتحدثات عن الدراسة، وإذا ما كانت هناك معايير في اختيار المتطوعين الجيدين وفي المحافظة على السرية وفي تخطي العقبات التي يمكن أن تكون في طريق المتطوعين، فهل هناك رأي في الاختيار، اختيار المتطوعين قبل إنجاز المهمة؟ إذن هناك العديد من المسائل في الدراسة تطرقنا إليها حول الاختيار، هذا الاختيار، ومن بين الأمور التي تكررت وفي اختيار المتطوعين من المجتمعات والجماعات واختيار الأنسب، فينبغي أن يكون هناك معرفة بالمجتمعات، ولا سيما من رجال ونساء القائدات في مجتمعاتهم ومجتمعاتهن. فالمتطوعون واختيارهم لا بد أن يراعي ذلك وهذه الرتبية في المجتمعات، وخاصة القيادات القبلية مثلا وغير ذلك. وهؤلاء قد يتهمون المتطوعين بنوع من التدخل في شؤون غيرهم وغير ذلك، وبالتالي ينبغي أن نشرك المجتمع ونشرك قيادات المجتمع والعوائل والأطفال. شكرا. شكرا لارا. برايت، هل أضفت أمرا آخر؟ نعم، نقطة رئيسية أضيفها. إذن وما وجدناه في الدراسة هو أن اختيار المتطوعين ليس اختيارا ممنهجا ولا يخضع إلى معايير موضوعية ولا إلى توثيق، وبالتالي أوصت الدراسة بضرورة جعل الاختيار منهجيا وتوثيق المعايير. وفي بعض الحالات خاصة في المخيمات، فينبغي أن نتواصل أيضا مع الحكومات القائمة في ذلك الاختيار المتطوعين. أشكركم جزيل الشكر. شكرا برايت. إذن هناك سؤال أتابع فيه هذا النقاش، هناك سؤال ومسألة حول المؤهلات العلمية والتجربة التي ينبغي أن يكون عليها المتطوعون. إذن كولين، هل هناك بعض المعايير في اختيار المتطوعين لإدارة الحالات؟ نعم، هذا سؤال مهم للغاية، وعندما وضعنا هذه التوجيهات وهذه الأدوات فينبغي أن نطوعها مع السياق والسياقات المختلفة، فمصادر هذه
توصي باختيار منهجية صحيحة وبفهم واضح وسلس وحسن للسياق، ونريد أن نقوم بتأليف بعض النماذج والقوالب التي يمكن أن يستأنس بها في اختيار المتطوعين، وهذه لا ينبغي أن تخوض في السياقات، لأن النسخ النهائية من هذه المعايير لابد أن تخضع إلى السياق، لأن هؤلاء ستعهد إليهم المتطوعون، يعني فئات مستضعفة من الأطفال وغير ذلك، وهم يعني في وضع أو خانة يحدق بهم الخطر من كل جانب وجهة، ومن ثم ينبغي أن نركز على ذلك في الدراسة. فإذا ما كان هناك بعض أعضاء أو أفراد في المجتمعات ليس ضرورة أن يكونوا حاصلين على مؤهلات علمية عالية للغاية، ومع الوقت وبالتدريب، لأنه بالتدريب وبالتوجيه فيمكن أن نهذب من مؤهلات هؤلاء وآلياتهم، ويمكن أن نستثمر ونوظف استثمارات في ذلك. فإذا ما كان هناك مسؤولاً عن ذلك في إدارة الحالات فيمكن أن يخضع إلى التدريب ويكون الأمر لا بأس به. أرجو أنني أجبت على السؤال. نعم، شكراً جزيلاً. إذن السؤال الآخر إلى سمارة وشاد، ما هي التحديات التي تواجهكم في التواصل مع الأطفال ومع عوائلهم وعائلاتهم، وخاصة في الحفاظ على السرية، وخاصة في تحقيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، no harm؟ أعتقد أن أهم أمر هو أن نحافظ على السرية وأن نقدم أنفسنا تقديماً حسناً ونعرف عن أنفسنا حتى ننبذ كل شيء. لا أعرف كيف أقول ذلك باللغة الإنجليزية، تقول أي لنكسب ثقة الأطفال، لأنه في حالة حماية أو في حالة إساءة جنسية فينبغي أن نعرف عن أنفسنا تعريفا حسنا حتى لا يساور الطفل شكوك ومخاوف أخرى جديدة. شكرا، شكرا جزيلا سمر. شاد، إذن كما تفضلت زميلتي، للأسف الصوت غير واضح. إن معظم اللاجئين ربما قد يكون من المهم أن نعتبر هؤلاء الأفراد المتطوعين المجتمعيين، وأن نعتبر التحديات التي يواجهونها ينبغي أن نحاول أن نجعلهم يكتسبون المعارف الأساسية والمعارف الكافية من أجل مواجهة كل هذه التحديات التي يواجهونها، لأن ربما هذه أكثر أصعب التحديات التي يواجهها المتطوعون، وهو نقص التجربة. لذلك علينا يعني أن نجعلهم يكتسبون الخبرة الكافية، وذلك من أجل اكتساب الثقة المجتمعية. فهذا هو التحدي الأول الذي نواجهه كمتطوعين، وهو الاختصاص والخبرة. ثم كما قال السيد برايت، فإن هذه الحالات هناك أيضا صعوبة أخرى وتحد آخر يتعلق بها، وهو اكتساب المعارف الكافية بشأن حماية الأطفال وحماية الطفل، وما يمكن القيام به في إطار حماية الطفل. ينبغي تزويد المتطوعين بالمعارف الكافية والوثائق الكافية. فبعض المنظمات تعتقد أن المتطوعين جاهزون للعمل، ولكن أحياناً يواجهون بعض الصعوبات في صياغة بعض الوثائق. لذلك من المهم جداً أن
نرسل إلى المتطوعين كل الوثائق الضرورية، لأنه أحياناً يواجه هؤلاء المتطوعون بعض الحالات التي لم يعملوا عليها سابقاً، أو ربما يحتاجون فيها إلى بعض التدخل وبعض الدعم. إذن كما قلت، هذا تحدي آخر يواجهه الكثير من المتطوعين. نحن نحتاج إلى إكسابهم المزيد من المعرفة والمزيد من المعلومات والخبرات من أجل ضمان استعدادهم للتعامل مع كل أنواع هذه الحالات، ومن أجل مساعدتهم على اكتساب ثقة المجتمع وثقة الأطراف المعنية، ومن أجل دفع ثقتهم وتحفيز ثقتهم بأنفسهم. أشكرك، أعتذر شاد، أعتذر على مقاطعتك، أنا فقط كنت أنظر إلى الوقت، لذلك أشكرك كثيرا على كل هذه المعلومات الثرية. لقد كنا سعداء بالاستماع إليك بصفتك متطوعا، وأود أن أشكر شاد، سامر، برايت ولارا، وأشكر كولين أيضا على تنظيم حصة النقاش هذه، وأود أن أعطي الكلمة لك مجددا. كولين تفضلي. أعتقد أنه يمكننا أن نقضي بعض الوقت في الحديث. أود أن أشكر كل المشاركين على أسئلتهم. أتمنى أن أواصل إشراك المتطوعين المجتمعيين في هذا السياق. يمكنكم أن تواصلوا مشاركتنا أسئلتكم وبيانات الاتصال الخاصة بكم. لا يزال لدينا 5 دقائق فقط، لذلك دعونا نخصص هذه الدقائق الإضافية للتلخيص وللاختتام. إذن هناك بعض لدينا إذن ربما عرض آخر نود منكم أن تشاركوا فيه فيما يتعلق بالحصة الخاصة باليوم. السؤال الأول الذي نود أن نطرحه عليكم هو أن نطلب منكم رجاء أن تذكروا عملا واحدا ستقومون به بعد الحصول على هذه النتائج والتوصيات. أرجو أن تشاركونا هذا العمل أو هذا النشاط الذي قررتم القيام به نتيجة لهذه النتائج والتوصيات. تفضلوا. عمل واحد ستقومون بإنجازه إثر هذا الملتقى. لديكم بعض اللحظات للإجابة عن هذا السؤال. It takes a few seconds, so please bear with us. يستغرق الأمر بعض اللحظات، لذلك اصبروا معنا رجاء. نرى بعض الإجابات التي تظهر على الشاشة. لا أدري إذا كانت التكنولوجيا تعمل بشكل جيد الآن. استشارة المجتمع بشكل أفضل، مراجعة الميزانية، قراءة الوثائق. طبعا نحن نشجعكم جميعا على قراءة التقرير، هو طويل بعض شيء، ولكن لدينا أيضا وثيقة تشمل موجزا ومختصرا لهذا التقرير، يمكنكم الاطلاع عليها. أنا سعيدة جدا برؤية كل هذه الإجابات. أعتقد أن هذه الشراكة مع المجتمع هو أمر نود أن نركز عليه، وأرى هنا يعني هناك علاقة متواضعة بين المجتمع والمتطوعين المجتمعيين. ممتاز، أشكركم جزيل الشكر على هذه الإجابات. يمكننا أن نمر أو أن نستعرض بعض الإجابات. نعم، أشكرك. المزيد من التدريب للمتطوعين. أرى من يذكر العمل المتوازي مع المتطوعين المجتمعيين. لقد تم التركيز على هذه النقطة في البحث، ولكن نحن نحاول أن نعمم كل هذه المقاربات التي يعمل من خلالها المتطوعون، وسنفكر أيضا في هذه التوصية. أنا سعيدة بالتعاون معا في هذا الإطار. لدينا دقيقتان فقط، لذلك أنا أعتذر على لأنه علينا أن نختم، ولكن هناك أمر يعني حتى حين نختم هذا اللقاء سنقوم بإعداد الوثائق الخاصة بهذا الاجتماع. أنا ممتنة جدا لكم على كل هذه الإجابات. أشكركم جميعا على مشاركتكم، أشكركم على الالتحاق بهذا اللقاء. نحن نختتم الآن. نود أن أشكر
كل المتحدثين الذين يتحدثون من سياقات مختلفة ويشاركوننا تجاربهم إن الاستماع إلى المتحدثين أمر مهم جدا. أشكر يعني المكتب الإنساني ومنظمة بلان انترناشونال على تنظيم هذه. أشكر المنظمين الميسرين المترجمين وكل من ساهر على إنجاح هذا العمل اليوم. وأود أن أشكر أو أتقدم بشكر خاص للمتطوعين الذين خصصوا لنا وقتهم اليوم ليحدثونا عن تجاربهم. سنختم بفيديو مقطع فيديو قمنا بإنتاجه في اليوم العالمي للمتطوعين. معظم الصور التي سترونها على هذا الفيديو هي صور المتطوعين أنفسهم. أشكر كل المتطوعين وأشكر كل المشاركين على حضورهم. They are our neighbors, a friend, a listener. هؤلاء هم جيراننا، أصدقاؤنا، مترجمون، موجهون. هم يعلمون حين تحصل مشكلة وهم الأشخاص الأوائل الذين يستجيبون لنا. نحن وهم يتنقلون في كل مكان ويحيطون بنا متى ما احتجنا إليهم. مجتمعنا يقدر هؤلاء المتطوعين على عملهم طيلة اليوم. هم يفهموننا ويتقدمون لنا بالنصح، يساعدوننا وينصحوننا، وأحيانا يواجهون بعض المخاطر. هم مترجمون وتراجمة، يفهموننا ويساعدوننا على حل مشاكلنا، يستمعون إلينا، يثقون بنا ويقدمون لنا المساعدة. هم أكثر من جيران، هم يرعوننا ويسهرون على راحتنا، يقوون عزائمنا، يقدروننا ونحن نقدرهم أيضا. هذا العام لقد لعب فيه المتطوعون دورا رئيسيا في حماية الطفولة والأطفال. International Volunteer Day. نحتفل باليوم العالمي للمتطوعين في 5 ديسمبر. أشكركم جميعا، أشكركم جزيلا الشكر. نحن سعداء جدا بمشاركتكم. نتمنى لكم يوما طيبا. إلى اللقاء.